مرحبا أعزائي متابعي قناة بلهيم بعيون عربية. شرح اليوم عن تطبيق تيك توك وتحديدا عن ميزة جديدة وصلت إلى هذا التطبيق وهي رفع الفيديوهات 60 دقيقة أو تحميل فيديوهات لمدة 60 دقيقة ساعة كاملة. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة طلب أن تشتركون بالقناة تفعلون الجرس لايك الفيديو. في البداية الميزات الجديدة توصل دائما راح تلقيها بإشعارات النظام. خلينا ندخل من داخل التيك توك أشرح لكم طريقة رفع الفيديوهات 60 دقيقة. حتى أشاهد الميزة اللي وصلت راح أدخل على تطبيق تيك توك وهذا حسابي KJLD 123535. بعدها أدخل على صندوق الوارد راح تلاقي هنا إشعارات النظام. مثل ما تشاهدون هنا وصلني إشعار قم بتحميل فيديوهات تصل إلى 60 من الدقائق ساعة كاملة. تأكد من تحديث تطبيقك ثم حاول التحميل من التطبيق أو من الكمبيوتر. طبعا أنا رحت هنا على علامة الموجب ودخلت على 10. دخلت هنا على تحميل راح تلاقي هنا اختيار متعدد راح يكتب لك هنا حمل فيديوهات لمدة 60 دقيقة. فتروح على التالي وتأخذ الفيديوهات وتحملها. نقطة واحدة لكل واحد مظهر عند هذا التحميل انه اللي عمله يحذف التيك توك ويروح على الاعدادات ينزل على عام ينزل على تحديث البرنامج يتأكد اخر تحديث بعدها ينزل على مساحة التخزين. هذه المساحة الكلية وهذا المستخدم لازم الفرق بيناتهم لازم يكون بين 20 و30 جيجا. بعد ما يحذف ويرجع يحمل التطبيق وراح تكون إن شاء الله وصلته. هذا اللي حبيت أشرح لكم إياه عن هذه الطريقة. طلب نهاية الفيديو إذا استفاديت لا تنساني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. نقطة أخيرة ومهمة لكل واحد يستخدم تطبيق التيك توك وعنده حساب وحاول يحافظ عليه. لو عندك حساب وتريد تحافظ عليه افتحه بغير جهاز لأن للأسف حاليا تطبيق تيك توك فيه مشكلة أنه إذا جهازك لنفرض عطل أو انكسر فما يقبل يفتحه إلا بهذا الجهاز. حاول تفتح حسابك بهاتف الوالد أو الوالدة لأنه إذا لا سمح الله جهازك صار به خلل فتقدر تستخدم الحساب اللي مفتوح بالجهاز الثاني وتقدر تستخدمه وتقدر على الجهاز الجديد تقدر تفتحه مرة ثانية. لكن للأسف لو بقيت على الجهاز مالتك جدا صعب تتواصل ويا الدعم وبعض الأحيان يقبل بعض الأحيان لا. تحياتي لكم لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. مع السلامة.